التحرش الجنسي هو مجموعة من المواقف من الكلمات ذات الدلالة الجنسية اللي من شأنها تنقص من كرامة الشخص اللي تعرض للتحرش واللي كيتسمى ضحية من بعد. هو جريمة كيتعاقب عليها المرتكب ديالها جنائيا من عام حتى لخمس سنين، وهو تصرف ممنوع في مدونة الشغل. الضحية اللي تعرضت للتحرش الجنسي من حقها تغادر العمل ديالها، وكيتعتبر المغادرة ديالها طرد تعسف، يعني كتستفد من جميع التعويضات المنصوص عليها في مدونة الشغل بما فيها تعويض عن الضرر، تعويض عن الفصل، تعويض عن مهلة الإخطار.